نعم، ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ أربعة: السائمة من بهيمة الأنعام. السائمة هي التي ترعى أكثر الحول أو كل الحول من الأشجار التي تكون في الأراضي التي ليس لها مالك ولم يعني يزرعها. السائمة من بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. الإبل والبقر والغنم، الإبل ذات سنام أو سنامين، والبقر أو الجواميس، والغنم سواء كانت ماعز أو ظأن. نعم، خرج بهذا ما لو كان لديه خيول مثلا أو دجاج أو ما إلى ذلك. السائمة من بهيمة الأنعام لابد فيها من الحول، مضي الحول، وأن تبلغ النصاب. ذكرنا النصاب في الإبل، من يعرف بلوغ النصاب في الإبل كم؟ بلوغ النصاب في الإبل، نعم، خمسة من الإبل، من واحد إلى أربعة هذه ليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. تخرج من غير الجنس، هذا فيما دون 25، في كل خمسة شاء، ستة من الإبل شاء، تسعة شاء، واحد، فما بين الخمسة ودون العشر هذا أعلى من الخمسة، ودون العشر فهذا وقص، يعني ما بين الفريضتين، الفريضة الأولى فيها شاء، الفريضة الثانية فيها شاء، الثانية فيها شاتان. طيب، فإن جاء بلغت 25 فالزكاة تكون منها. وذكرنا أن ما يخرج من الإبل، أنواع الإبل لها أسماء تنسب إلى الأم، الصغيرة تنسب إلى الأم، بنت مخاض ما تم لها سنة، وبنت لبون ما تم لها سنتان، وحقة ما تم لها 3 سنين، وجذعة ما تم لها 4 سنين، وسوف يأتينا أنه ما تم لها 5 سنين الثني من الإبل، مفهوم؟ نعم. طيب، فإن جاوز بلغت 25 إلى 120 هذا نرجع فيه للحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن جاوزت يكون في كل 50، في كل 50 أجلس، من يعرف؟ نعم، في كل 50 حقة، وفي كل 40 بنت لأبوه، والوقص 9 فما دون. فلو خرج معك الوقص 10 فالحل خطأ، ومثلنا بأمثلة. طيب، الثاني البقر، تبيع ما تم له سنة أو تبيع، ومسن أو مسن ما تم له سنتان، من 30 إلى 39 تبيع وتبيع، بلغت 40 إلى 59 مسن أو مسن، ثم بعد هذا تحسب ولا إشكال، والوقص 9 فما دون. نعم. طيب، الغنم إذا بلغت 40 ففيها الزكاة، ودون هذا ليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، ففيها شاء إذا كانت 40 إلى 120. طيب، فتح الله عليك. بعد هذا، هذا الأول، السائمة من بهيمة الأنعام. الثاني، نعم، تقدم
الخارج من الأرض أي الحبوب والثمار، زكاة الحبوب والثمار لا يشترط فيها مضي الحول، مجرد ما يأتي وقت الحصاد وآتوا حقه يوم حصاده ولا يؤخر إلى يوم. طيب الحبوب والثمار خرج بهذا الفواكه والخضروات، كم مقدار الزكاة؟ ننظر في كيفية السقي، إذا كان السقي بغير كلفة ففيها العشر، وإذا كان بكلفة أي بمشقة ودفع مال وإخراج ومولدات وما إلى ذلك فيها نصف العشر، هذا خارج من الأرض. الثاني، الثالث، من يعرف؟ نعم، الثالث زكاة النقدين، الذهب والفضة والعملات الورقية عندنا اليوم. زكاة الذهب لابد في الذهب والفضة من مضي الحول وبلوغ النصاب، سواء كان في الذهب أو في الفضة، فنصاب الذهب 85 جرام فما فوق، دون هذا ليس فيها زكاة إلا أن يشاء ربها. طيب أما الفضة 595 جرام، زكاة النقدين، زكاة الأموال النقدية الآن عندنا، ماذا نصنع؟ عند مضي الحول تنظر كم لديك من مال، وتنظر في مقدار ما يساوي 85 جرام من ذهب و595 من فضة، أقل سعر هو النصاب في العملة الورقية. طيب كم مقدار الزكاة؟ تقسم على 40 والحمد لله. الرابع من الأموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة، يعني ما أعد للبيع والشراء والتجارة. عروض التجارة أوسع باب لأنه تشمل كل شيء. نعم، يعمل في الفواكه والخضروات، لديه دكان كبير سوبر ماركت يبيع فيه تفاح وبرتقال وموز وبقدونس وخضروات، قلنا هذا ليس، إذا كان من خارج من الأرض ليس فيه زكاة، لكن هنا عرض تجارة فلا بد من إخراج زكاة عروض التجارة. هناك أي في الخارج من الأرض يخرج العشر أو نصف العشر، هنا إذا مضى عليه الحول يقدر كم في هذا الدكان من بضائع، قال 40,000 يورو، إذن فيها 1000 يورو. نعم، كذلك لديه أغنام يبيع غنم في أماكن بيع الأغنام، فهذا الآن هل هذه الأغنام ترعى؟ لا ترعى، هو يطعمها. في ذاك الباب، باب السائمة، ليس عليه زكاة، لكن هنا في باب زكاة عروض التجارة ففيها ماذا؟ فيها زكاة. كم لديه؟ 10 من الغنم ففيها الزكاة هنا. لماذا؟ لأن هنا نرجعها إلى عروض التجارة لا إلى السائمة من بهيمة الأنعام، مفهوم؟ طيب أجلس فتح الله عليك. ذكرنا أن الزكاة تنقسم إلى قسمين، زكاة واجبة وزكاة مستحبة، أو إن شئت فقل زكاة وصدقة. نعم، طيب